اهم محاور النهاردة اشتغلنا عليها او هنشتغل عليها كحكومة جديدة، الخمس محاور اللي قدامكم اللي واحد منهم على رأسها بناء الانسان المصري. التغيير الاساسي مش في التابلت ومش في الشبكات ومش في الاسلاك، التغيير الاساسي ان احنا بنغير الطريقة اللي بنقيس بيها مهارة الطلبة. عاوزين نتأكد ان الطلبة فهموا المفاهيم اللي عاوزين نقولها فقط. التنمية الاقتصادية عشان نخلق فرص عمل، عشان نخلي الشباب عندهم امل ويقدروا ان هم يحسوا ان في مستقبل في هذه البلد ان شاء الله. التابلت والاسلاك مش هي القضية، مش هي اللي هتصلح التعليم، هي اداة واحنا بنستخدمها بشكل خاص بمصر. احنا النهاردة من خلال برنامج التأمين الصحي اللي بدأ تنفيذه بالفعل، النهاردة بنعمل برنامج طموح جدا لإنهاء كل قوائم الانتظار.